موقف الدكتورة ليلى سويف موقف يدعو للتأمل جدا. احنا بنتكلم على حالة جوع من أجل الحرية، لكن كمان لازم نفكر مع بعض في موقف أسرة الفنان الكاريكاتير المصري أشرف عمر. ليلى سويف وأسرة أشرف عمر تقريبا بيعانوا هما الاثنين من نظام عايز يحبس نوع معين من المجتمع وفئة معينة من المجتمع، اللي هي الفئة اللي عندها القدرة أن تتحدث إلى الناس بمشاكلهم وظروفهم وحكاياتهم وأن يعيشوا معهم. أشرف عمر مش لوحده في الحبس، أشرف عمر معاه كمان 6 من الشباب اللي دعموا فلسطين في العام الماضي وخرجوا في متظاهرات مختلفة في أيام مختلفة. 6 دول كلهم بتعرضوا مع بعض على النيابة وكلهم جدد لهم الحبس.